15 بعد ما كان ضيفنا في الساعه الاولى اللاعب السابق الترجي سامي عروس، حكينا معاه على مقابله البارح وهزيمه الترجي في السوبر كوب ضد نادي الزمالك المصري. حاليا موجود معنا بالتليفون السيد طارق العاصمي عضو الهيئه المديره السابق، هكا ولا نقول سي طارق ولا العضو الحالي؟ اهلا وسهلا، شنو احوالك؟ والله الحمد لله، شنو احوالك انت؟ شنو احوالك انت؟ صباح الخير، شديد صحيح انت تحب على التدخل. نورمالمون كنت باش تكون بحضر موجود بحضرنا، ظهر لي خيرت انك تكون بالتليفون. والله بالتليفون واي اونكور، والله الوضع الحالي تاع النادي الافريقي ما يسمحش واحد باش يزيد يعلق ويزيد يأزم الوضع. فهمت انت حبيت شنو؟ قول لي اعطيني. هو جوستومون اليوم فما حتى وقفه في البارك من احباء النادي الافريقي، انا حابين نعرف بالضبط شنو اسباب الاستقاله نتاعك. ظهر لي حتى من حق احباء النادي الافريقي انهم يعرفوا منك انت شنو السبب معناها. والله يغزر لي، هو ساعه المكتوب موجه الباقي اعضاء الهيئه المديره اللي وقع انتخابها نهار 10 جوان 2018. والموضوع هو لفت انتباه وانسحاب من عضوية الهيئة المديرة. داكوردو، مش استقالة معناها؟ والله يغزر لي بين انسحاب والاستقالة، هذا حكاية ترمينولوجي معناتها وكلمة هكا ولا هكا. انا ماهيش مختص في القانون، فاش تفرق؟ شنو الفرق معناها؟ الفرق هاو نعطيك، احنا وضعيتنا شنو في النادي الافريقي كأعضاء هيئة مديرة؟ ما هو واحد يرجع لوضعه الاولاني شنو هو؟ منخرط في النادي الافريقي. منخرط من صفة منخرط اصبح مثلا ما نعرفش كونديدا معناتها باش يدخل في هيئة مديرة. وقع انتخاب هيئة مديرة ومين اعضاء هيئة مديرة. من بعد كيظهر لك اللي الوضع في الهيئة المديرة مش ملائم وما يتمش اشراكك في القرارات. معناتها فهمت، يا ما يتمش اشراكك رغم اللي تعمل مجهودات وتحب خاطر داخل في هيئه مديره، ما تصورش كان داخل باش تقعد فرجه ولا باش تقعد كواترو. بالضبط اي. داكوردو، دونك من هوني خويا العضويه تاع الهيئه المديره هذه ما عادش تسمح مادام هي ما ترتقيش لعضويه تاع الهيئه المديره، عاد زيد واحد قاعد فهمت. كان فما انفراد بالقرار وفما عدم فما لا مبالاه وفما فما عدم ثقه بين الاعضاء وفماش تجانس بين الاعضاء معناتها وين ما فماش. تصور ان القائمه هذه ما ترتقيش للهيئه المديره. واليوم كما تعرف انت ما يخفاش عليك اللي في قانون الجمعيات راهو الفتق والناطق هما اللي مخول لهم قانون الجمعيات. ما فماش هذه اعضاء تتصرف واعضاء تعطي راي ودرا شنو حتى كان تعطي راي. ما في مناسبات اللي هي انا اللي شفتها وقت الازمات فريمون اللي جمهور لازمه المعلومه ولازم يعرف شو صاير في النادي، تنعقد هيئه مديره. شنو حاضرين باش وقت الازمه تنعقد هيئه مديره؟ مش هذا. بس نرجع لك حكايه الاستقاله ولا الانسحاب. انا اخويا عضو انا منخرط في النادي الافريقي منذ صغار السن، من اللي ولينا معناتها ماجوري راكسي مي منخرطين في النادي الافريقي. هذيك الصفه الاولانيه اللي عمرها ما تصلح وما نجمش نستقيل منها. وما يليقش لا بالنسبه ليا لا بالنسبه لانتمائي للعائله، العائله الموسعه للنادي الافريقي وعائلتي الشخصيه معناتها العائله العاصمه اللي هي مرتبطه بالنادي الافريقي منذ عقود. والوالد كان الله يرحمه ونعمه الله يرحمه بالضبط رئيس في الجمعيه. بالضبط. دونك صفه المنخرط ما تتنحاش وصفه المحب عمرها ما تتنحى. واحنا ما نجمش نحي. شنو اللي تنحى بالضبط مال؟ اللي تنحى هو العضويه في المديره هذه اللي هي زاده منعدمه من اصلها. باش نزيدك انت باش تقول لي شبيها متاخر. بيان سور خاطر اللي نعرفوا انا سي طارق مش من اليوم انت تقريبا مقصى معناها انت وبقيه الاعضاء اللي وقع الاستقاله نتاعهم تقريبا عندكم 6 شهور حاجه هكا معناها علاش اليوم؟ انا حكيت هو ديجا لو 30 افريل 2019 موجود مكتوب بيان خرج على الصفحه الرسميه اللي كافه اعضاء الهيئه المديره مجردين من مسؤوليتهم التنفيذيه رغم اللي بون ما فماش مسؤوليات كبار تنفيذيه موجوده وفما انفراد. يا خويا هذه طريقه نتاع تسيير ومخول لها قانون.
معناتها اليوم في عباد معناتها تما مش قول كلمة كبيرة ما تعبركش ما مش معقول معناتها ما تنجمش عباد ما تعبرش عبادها خاطر دخلنا في ليستة مع بعضنا وتخدم برنامج والانسجام كان موجود قبل الانتخابات اصبحنا نهار 11 جوان ولات طريقة أخرى بتاع تعامل مش مشكلة كل واحد ورايه فهمت بالك شيء بالك شيء النادي يشوف روحه معناتها تقول أنت صبرت فاضل كيل اليوم معناها شنو بالضبط؟ يا تو فاضل كيل في هاك قلتها وحدك أنت فاضل كيل تو فاضل كيل لما تغيظ 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 واحد في جمعيته يلقى روحه معناتها معناتها مع ما نجمش يشارك ما نجمش يحصل على خاطر بريتو منقطع الاتصال مع عبد السلام اليونسي والله يشكر لك منقطع اخر 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 ما قعدنا قعدنا عندنا شهرين وما فماش معناتها فماش مواضيع معناتها محدده فماش جدول اعمال محدد باش نعطيك اهم اجتماع اللي حضرنا فيه وعطاه كمان نتيجه هو الاجتماع اللي صار في الجامعه فهمتك اللي صار في الجامعه والناس كله خرجنا خرجنا معناتها الناس الكل معناتها وهذا كله راهو صار من طلب من جمهورية افريقيا طلب هذا حلل الكونت وتحلل الكونت وتحط الكونت من فصلتين تشوف بركه الحساب اللي عملناه اللي كونت مؤقت جيت حتى منفصل على المدير شنو اللي فصل كيما فما التنتاج واضح عدم ثقه لا مش هو كيف التنتاج واضح كذي جمهورك ومن خريطين وناسك وعبادك اللي هزتك كل حد وكل مطرمه وكل كذا ووقت الأزمة تلقاهم وقت الضيق تلقاهم وتجي أسبوعين تقول لهم يجا عملوا انخراطات ويجا عملوا لي زابونمون وكذا وكذا تجي أنت معناتها ما عادش عندهم فيك ثقة لازمك تتراجع روحك احنا ما قلناش تهرب ولا تستقيل يا خويا تمد يدك وتتخاطب مع الناس وأنت هذه مفهوم الجمعية تنحى مفهوم الجمعية تنحى قل لي انت يا في سلامة مفهوم الجرعية تاعها من اللي ولات المنظومة محترفة به هي منظومة محترفة تبدلنا مشينا لخط اخرى لو انا غادي وين ولات عندك مسؤوليات وعندك موارد قاعدة تتصرف فيهم وتجري فيهم وعندك المستشارين وعندك ديزابونمون وعندك فيها موبيل ومعركة كاملة تخدم سي طارق علاش ماهيش استقالة علاش انسحاب معناها احنا نفهم النقطة هذه بالذات انسحاب مش استقيل إيه من الفريق بس تحبين استقيل خاطر فما شكون يقول انه ما تطمحوا تكونوا موجودين في هيئه قادمه ولا حاجه هكا اذا كان تستقيل اليوم يمنع القانون مستقبلا لا ما القانون هذا ما تعرفوش فيه اش معناه القانون هذا كادوك القانون اللي تحكي عليه كادوك ولولا والاخر قول عبد الله يقول استنتاجك صحيح وخايفين من مش استنتاجي انا راهو هذا اللي يقال استنتاج الناس الكل اللي خايفين ما ترشحوش شنو المشكله ما تترشح في الليسته ما ينتخبوهاش ما انتخاباتهم فهمت يلقاو اكس وي جريد وزاد اللي هما ما معناتها استقالوا ولا انتحروا ما ينتخبوهمش فهو معناتها انه شنو قاعدين ندوروا في حكايه العظمه والدجاجه ماهوش هذا مشاكل النادي الفريقي ماهيش هذا النادي الفريقي اليوم لقات جمهورها ولقات عباد واقفه وتخانت فيها الهيئه المديره هذه ما يحق لهاش باش تتغاضى عليهم وانا مين هذا راي وانا راي حر وملي تولدتها مش من بعد الثورة ما عادش خليك كان عندك مساج عبد السلام اليوم شنو تقدر تقول اليوم عبد السلام ماشي عبد السلام شنو نقول له عبر الاذاعه ما فيش معناتها نقول له اللي راهو الوضع لازموا يتدرس جديد فمع بيت طالبة الانخراطات مع بيت طالبة التقارير المالية والأدبية فهمت فمع بيت شركة فمع بيت الخلطة تنص الخطايا 6 مليارات وين مشي ما هو مشي النادي الافريقي صحيح خلصوا داكور اختار لو بيه دان كونت بونكير مع جامعة تونسية كرة قدم مشي وصالح النادي الافريقي انت اليوم شنو البيجي نتاعها كل افريقيا بين 18 و20 مليون في العام يا الجمهور عطاك 6 مليارات صرف البيجي ما ادولك الجمهور معقول انت ما نعبروش الجمهور وما نتفاعلوش معاه فهمت ما فماش خلاف شخصي لا حتى عضو فما حتى خلاف شخصي فهمتك ما
معناها المشكل انه شكون يجمع؟ نحن اللي جمعنا النادي الافريقي نقطه وترجع للقطر. واضح. يعطيك الصحة، شكرا ليك سي طارق. عايش بارك عايش. الله فيك. مرحبا بك. تمام. مازلنا مواصلين في زون ميكس حتى للخمسة متاع العشية، بعد شوية نحكيو على قضايا اللي ممكن